السلام عليكم، مساء الخير، حياكم الله جميع، ان شاء الله تكونوا جميع بصحة وسلامة. فيديو اليوم رح احكي فيه عن تخزين الشوكولا سواء كانت خام او منتج نهائي. طبعا اثنين في تشابه بيناتهم، ولكن الاختلاف ما بين الشوكولا الخام والشوكولا الجاهزة للبيع هو موضوع الحشوة. لح احكي عن كل التفاصيل هاي ان شاء الله بفيديو اليوم. بيبقى عنا فيديو نحكي فيه عن جودة الشوكولا، كيف نحددها، شو منسأل لحتى نعرف اذا كانت هاي الشوكولا فاخرة او لا. بنكون احنا خلصنا الجانب النظري من الشوكولا، بنكون حنبدأ حقيقة حنبدأ بالشوكولا بعد كل الفيديوهات، لسه احنا ما بدينا. فاليوم الكلام عن التخزين. التخزين يا جماعة الخير يشترط فيه تكون ما بين درجة حرارة 15 ل 18. أنا هلأ عم بحكي كمنتج خام، أنت اشتريته من السوق وراح لعندك على المستودع تبع المحل أو حتى بالبيت. لابد من أني خزن الشوكولا بدرجة حرارة بين 15 و 18. هلأ ممكن يكون هذا الخيار مو متوافر في البيت، ولكن من الضروري وضروري جدا انه نلاقي له حل لحتى نحسن نخزن الشوكولا بشكل سليم. حتى لو كانت مغلفة انا ما افضل اني احطها بالثلاجة تبع البراد، حتى لو كانت الشوكولا مغلفة انا ما بحطها بالثلاجة تبع البيت، لازم تكون منفصلة، لانه الشوكولا كتير حساسة للروائح والنكهات. هلا مثلا نحن ما منخزن الشوكولا جنب القهوة، ما منخزن الشوكولا جنب البهارات، مباشرة الشوكولا بتاخد النكهة تبع البهار وبتاخد النكهة تبع القهوة وبتاخد النكهة تبع القرفة مثلا، الهيل الى اخره. فلازم تكون محفوظة لوحدها كشوكولا خام بين درجة حرارة 15 الى 18 درجة مئوية. تبدل درجات الحرارة يا جماعة الخير على الشوكولا طلعت مثلا من عند المورد، المورد محتفظ فيها بدرجة حرارة 18، طلعت من عنده باتجاه السيارة اللي هي مبردة، مفروض حتنقل المنتج لعندك، تبدلت عليها درجة الحرارة، حميت او بردت، وصلت لعندك تبدلت عليها درجة الحرارة، حيبدأ عنا يظهر على الشوكولا شيء اسمه فات بلوم، اللي هي البياض اللي على الشوكولا، هذا اسمه فات بلوم، براعم دهون هي تجي من زبدة الكاكاو، ما بتأثر نهائيا على النكهة. مجرد ما احنا ما سيحنا الشوكولا حتمزج مع الشوكولا وحنعملها تيمبرينج حتختفي تماما، فما لها اي تأثير على النكهة او على المنتج النهائي في حال انت عملت تيمبرينج بشكل صحيح وسليم. ولكن الافضل اني انا حافظ عليها بدرجة حرارة مستمرة بين 15 و 18 عشان ما تظهر عندي هاي الفات بلوم. هلا نحن اجتنا الشوكولا من عند المورد، خزناها بشكل صحيح، برجع باكد المفروض انها تتخزن بعيدة عن الروائح النفاذة نهائيا، ما لازم نحط جنب منها شيء، افضل طبعا. وبعد منها نحن بنبدأ نستخدمها كمنتج جاهز للبيع. هلا شروط التخزين للمنتج الجاهز للبيع. لما انا بشتري الشوكولا الخام حتكون بكيس او حتكون بكرتون، معناها هي مصمطة مسكر عليها كل شيء. اما انا لما بعمل المنتج النهائي قد حطه بصحن زجاج مثلا مغلف ببلاستيك، محطوط له مثلا شوية ديكور، هذا جاهز للبيع. وانا بحكي كشوكولا مكشوفة، هاي الشوكولا المكشوفة وبالذات الشوكولا اللي بالحليب ما بتحب الضوء، معناها انا هون لازم يكون عندي مخزن خاص للمنتج النهائي في خاصية اني انا اقدر اطفي الضوء او بحفظها بكرتونة بشكل طبقات، بيكون الضوء شغال ما عندي مشكلة لانه مصمطة بالكرتونة تبعها، بعدين بفتح الكرتون باخد حاجتي برجع بسكر الكرتون. اما اذا كانت مكشوفة بشكل كامل ومجهزة بصحون، معناها انا لازم اطفي الضوء مشان يكون الكل بالصورة. الضوء بيخلي الحليب يلي بالشوكولا بالحليب وبالحليب بالذات، الشوكولا السوداء نحن ما هنعاني منها بهالمشكلة، ولكن الشوكولا اللي بالحليب هي اللي فيها المشكلة. الضوء بيخلي الحليب اللي بالشوكولا
يلي بالحليب يبلش يأكسد، بعدين بيصير طعمة الشوكولا فيها زناخة حليب. لحتى نحن نتجنب هاي النقطة لازم نعتم على الشوكولا. هلا كتير أسئلة إجت على القناة، هل نحن حنخزنها بالبراد ولا حنحطها بالفريزر ولا حنحطها بي... لا، حكما بمستودعات جافة تمام، ودرجة الحرارة بين 15 ل 18 درجة حرارة مئوية، بالإضافة أنه مثل ما حكيت لازم يكون معتم عليها إذا كانت شوكولا بالحليب، بغض النظر عن نوع الحشوة اللي عم نستخدمها. على فرض نحن عم نستخدم حشوة جاهزة من السوق صلاحيتها 6 شهور، معناها حتقعد عند الشوكولا 6 شهور. أما تأكدوا تماما إذا الضوء ضل شغال عليها خلال شهر بالكتير بدها تزنخ، حيطلع فيها طعمة الحليب، فيها زنخة كأنه فيها طعمة سمنة تمام. لحتى نتحاشى هذا الموضوع برجع بأكد لازم نطفي الضوء عليها. هلا في أسئلة كتير إجت إنه أنا خليها بالبراد ولا خليها بالفريزر ولا كيف؟ بالبراد حكما لا، مجرد ما دخلت الشوكولا للبرادات حتبدأ تجمع رطوبة على الوش تبعها، على السيرفس تبعها، لأنه فيها سكر. السكر عبارة عن مادة استرطابية، استرطابي يعني بيحب المي، فبيجذب البخار الماء اللي موجود بالهواء اللي نحن بنتنفسه، بخار ماء نحن ما بنشوفه. وهي المشكلة تتفاوت بدرجتها ما بين مثلا مدينة الرياض وبين مدينة الدمام أو مدينة جدة. جدة والدمام فيها رطوبة عالية، الرياض أقل، ولكن ما بيعني هذا الشيء أنه ما في بخار ماء بالهواء، لا في بخار ماء. بخار الماء بيبدأ السكر اللي بالشوكولا يجذبه لعنده، وبيبدأ عندي يظهر البلوم تبع السكر، وهذا الشيء نحن ما بدنا يعني. وهذا سببه لما أنا بحط بالتلاجة. إذا كانت التلاجة عندك بدرجة حرارة 18 ما عندنا مشكلة، أقل من هيك حيبدأ الشوكر بلوم يظهر على الشوكولا. طيب أنا كيف فيني أحطها بالفريزر؟ انسألت على هذا الموضوع. طبعا نحن فينا نحط الشوكولا بالفريزر، الدخول سهل، الخروج حيكون معقد شوي. كيف احنا مندخل الشوكولا؟ اول شيء مثلا عندي كميات كبيرة انا بدي احفظها بالفريزر، والفريزر بتقبل انها تاخذ الشوكولا. وقد يستغرب البعض هذا الكلام اللي انا عم اقوله، يعني نحن ما بنحطها بالثلاجة بنحطها بالفريزر؟ نعم بيصير تنحط بالفريزر، بس ما بيصير تنحط بالثلاجة. شلون انا بدخلها على الفريزر؟ عندي الحاويات والحافظات تبعت الطعام، الكونتينرات البلاستيك مثلا، بحط انا اول صف شوكولا فوق منه طبقة كرتون عازل او بلاستيك يكون قوي شوي، مشان الشوكولا ما تخبط ببعضها. الشوكولا بس تبلش تدق بعضها بصير تتجرح، بصير في عملية تشطيب على الشوكولا. الشوكولا كتير حساسة بهذا الموضوع، فببدأ أنا بأول طبقة شوكولا، بعدين كرتون مقوم شان ما يكبس المنتج على بعضه، طبقة تانية من الشوكولا ولا إلى آخره، وصولا لنهاية الحافظة هي الغذائية. الحافظات الغذائية لها غطاء بلاستيك محكم، بحط الغطاء تبع البلاستيك بسكره تماما، بعدين بلف الحاوية الغذائية كلها كاملة ببلاستيك غذائي، بلفها ببلاستيك وبدخلها مباشرة على الفريزر. على فرض أنا فضيت الشوكولا بهاي اللحظة، أنا بإمكاني أحفظها بالحاوية تبع الطعام مثل ما أنا حكيت، وبلفها ببلاستيك وبدخلها مباشرة على الفريزر. هلأ اتفرزنت، على فرض أنه فيها قناش خلينا نقول صلاحيته مثلا أسبوعين، مجرد ما دخل على الفريزر أنا بعرف أنه صلاحيته بقى هلأ صارت مفتوحة. للحظة ما أنا بطلعها من الفريزر ببدأ أنا أعدله أسبوعين أو أسبوع حسب نوع الحشوة. هلأ الدخول على الفريزر كان بسيط، الخروج من الفريزر حيكون معقد. ما بيصير أنا طالع الشوكولا من الفريزر مباشرة على الغرفة تبع التعبئة، أنا بدي أعبي المنتج بعلب، عندي أوردراتي، ما بيصير أطلع من الفريزر على غرفة التعبئة نهائيا. الخروج لازم يكون بمراحل، يعني عندي مثلا بعرف ان في عندي اوردر بعد 3 ايام، وانا باكد على موضوع 3 ايام، ببدا انا بجهز الشوكولا اللي حتطلع من الفريزر للتعبئه بقيمه من الفريزر، بحطها بالثلاجه مده 24 ساعه. هلا هون شو حصل عندي؟ حصل عندي تيمبرينج، حرارتها ناقص 18 للشوكولا بلشت ترتفع الحراره لناقص عفوا ل 5 مثلا كثلاجه، ل 5 او 10 درجات تمام. فأنا طلعتها ولسعتها بالكونتينر، ترى ما بفتح عليها الكونتينر ولا بفك النايلون اللي أنا لفيته، بقيمة من الفريزر بحطها بالثلاجة 24 ساعة.
بعد هيك المرحلة الثانية بقيمها من الثلاجة بحطها بالغرفة تبع التعبئة يلي نظريا المفروض تكون حرارتها 18. إذا حرارتها 20 أنا بالنسبة لي مقبولة. بقيمها من الثلاجة بحطها بالغرفة تبع التعبئة بس كمان ما بكشف عليها. بستنى عليها 24 ساعة تماما لحتى تصير حرارة الشوكولا داخل الكونتينر الحاوية الغذائية من نفس حرارة الجو المحيط فيها. هلا هون صار عندي امان اني انا فك النايلون وافتح الحاوية الحافظة تمام وابدا اعبي المنتج تبعي بالعلبة. في ناس بتحط العلبة بالفريزرات، العلبة ما بتدخل على الفريزر يا جماعة، العلبة بتشتش بالفريزر. فهي الطريقة الانسب وهي الطريقة اللي انا بشوفها الطريقة الوحيدة لحفظ الشوكولا بالفريزر. هندخل مباشرة ولكن هنخرجها بمراحل من الفريزر للتلاجة 24 ساعة بلشت ترتفع حرارتها بهدوء، من التلاجة لغرفة تبع التعبئة كمان 24 ساعة تحولت درجة حرارة الشوكولا هون عندي من ناقص 18 ل 20 درجة ولكن بالتدريج ما في صعق. بهالحالة ما بيصير عندي أنا الشوكر بلوم، ما بتعمل الشوكولا رطوبة على الوش، وصار بإمكاني أنا أعبيها بعلبها ووزعها بالسوق. بتمنى إن شاء الله تكون المعلومات واضحة ومفيدة ومفهومة. ما عندي كان أعداد لهي الحلقة حقيقة، ما عملت الأعداد أبدا، أنا عم بحكي عفوي. وإذا في أي استفسارات وأي ملاحظات حطوني على الكومنت، وإذا في أي أخطاء كمان نبهوني. بتشكركم كثير على المتابعة وشوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله.